خدي ربح على هكا. واش هذا قناة شوف تي في؟ اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وكنت واجدوا حاليا بقصريات الحريزي بشارع لالا الياقوش. هذا هو المحل اللي شاهدتو معنا اللي شعلات فيه العافية، هو محل ديال يعني هادشي يقولوا الناس انه محل ديال الطباعة. يعني السيد كي حاط ديرو يعني حاط فيه بعض الحوايج وكذلك بعض الاوراق وكذلك بعض الماكينات اللي شعلات فيهم العافية في هذا المكان هذا اللي الحمد لله على سلامة هذا السيد هذا اللي ما كيش إصابات بالغة وما كيحشش إصابات خطيرة على مستوى خسائر جسمانية، كان فقط خسائر مادية. وكنتمنى أن ما يكونش وقع شي مشكل لهذا يعني الحمد لله مرة أخرى على سلامة الحمد لله على سلامة هاد الناس هادو اللي ما كاينش حتى شي خسائر كيف ما قلت لكم، خسائر جسمانية كاين فقط خسائر مادية اللي كبيرة في هاد المحل هذا اللي شلات فيه العافية، كما أن شلات في حتى في يعني في السدة ديال هذا المحل هذا. وكيف ما كتشوفوا رجال الأمن كياخذوا المعاينة ديالهم، كما أن رجال الوقاية المدنية مازال حاضرين كيحاولوا أنهم يتأكدوا من المحل ما بقاتش على شي العافية بالكامل كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الأثناء. يعني صراحة ما أشرت لكم يعني صراحة تحية كبيرة للرجال الوقاية المدنية على التدخل ديالهم في الوقت المناسب اللي جاوا كيعينوا المكان، وكما أنهم مازال هنا يحاولوا أنهم يتأكدوا من هاد العافية اللي شاحنا. شو هاد يضربنا؟ شو هاد يضربنا؟ شو هاد الثورة كيفاش شعلت العافية؟ ها؟ شو هاد الثورة؟ لا خويا ما ها؟ يلا جينا خويا ما شو؟ صافي دابا صافي تفهموا قالت العافية هذا هو. احنا بغينا نتفاهم داك الشيء صافي. تبارك الله عليك. يعني الحمد لله ما كاين حتى شي اصابات بليغه، يعني فقط شعلت العافيه في المحل. والان كاين المعاينه ديال الرجال الوقايه المدنيه وكذلك رجال الامن اللي كيعايدوا المكان اللي الحمد لله على سلامه هاد الناس هادو. وكيف ما كتشوفوا معايا كاين خسائر ماديه كبيره في المحل هذا، وكنتمنوا ان نبقاو نشوفوا مثل هاد العافيه تتشعل بهذه الطريقه هذه اللي كيف ما شرحت لكم انه كاين الات الكترونيه الات اللي قابله للاشتعال تفرشت في العافيه بواحد الطريقه كبيره لولا تدخل رجال الوقايه المدنيه في الوقت المناسب، كما ان كاين رجال الامن اللي حاضرين كيعاينوا المكان. يعني تقريبا لازال بعض رجال الوقايه المدنيه حاضرين كيحاولوا انهم يعينوا المكان وكيشوفوا واش العافيه طفات بالكامل في هذا المحل التجاري. إذن مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعة والتفاعل ديالكم، وكنضرب لكم مواعيد مباشرة لاحق إن شاء الله، وإلى اللقاء.